مساء الخير. كتيرين لما بنسألهم بطفولتهم شو بتحبوا تصيروا بس تكبروا، الأجوبة بتكون كلياتها إما مدرسين أو مهندسين أو دكاترة. لكن فيكم تتخيلوا إنه شخص ينسأل من وهو صغير شو حلمك بس تكبر، يقولكم يكون في عندي مكتبة وكون بائع كتب. مصطفى بري ضيفنا اليوم بأوريانت بودكاست. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. مصطفى شرفتنا بأوريانت بودكاست، خليني أبدأ معك من المقدمة. حلم طفولتك يكون عندك مكتبة، ليش؟ شو هالعشق بينك وبين الكتب؟ شكرا لك ولقناة أوريانت ولجميع القائمين عليها. أهلا فيك. أولا حبي للكتب بلش من أنا وصغير. أنا شخص أرسلني الله عز وجل لهذه الحياة مع الكثير من الحب، وأعني بكلمة الحب الكثير من الابتلاءات. فكان في عندي بحياتي الطفولية فراغ كبير جدا، وكنت لا أذهب إلى المدرسة إلا في أوقات الامتحانات بسبب وضعي الصحي، لأن كان الطبيب في هذه الأثناء يمنعني من الحركة الكثيرة. فكنت دائما أحاول تعبئة هذا الفراغ وملء هذا الفراغ بالعودة إلى الكتب. ووجدت في الحقيقة في البدايات أنه هناك بالفعل شيء ممكن يعوض هذا الفراغ، وكنت دائما ألجأ للكتب. ومع هذا مع الوقت صار يكبر الحب للكتب والشغف للكتب، وكنت أتمنى أنه جميع اللي حوالي يقرأوا كتب لكي أستطيع التحدث معهم في هذا المجال، في هذه المواضيع عن الكتب. ولكن لم يكن هذا للأسف الشديد، وبدأ الحلم في الحقيقة يصير عندي مكتبة كبيرة وألقب ببائع الكتب، أن أكون معروفا بمصطفى بائع الكتب. وساعدتني الحياة في يوم من الأيام والحمد لله. إمتى بلش هذا الحلم يتحقق بنظر مصطفى؟ هذا الحلم بدأ يتحقق في 2021 بشهر أيلول، ولهذا سميت المكتبة باسم أيلول. أولاً لصعوبة الحصول على الكتاب العربي في هذه البلاد، وللسعر الغير مناسب لي أنا شخصياً كطالب جامعة أو كطالب مدرسة، لا أستطيع دفع سعر الكتاب بهذه الصورة. وبسبب الظروف الصحية كان عندي صعوبات كبيرة جداً في إيجاد تدريب مهني في هذه البلاد، وبسبب حبي للقراءة والكتب ويكون عندي مكتبي. مصطفى، أنت موجود حاليا في ألمانيا، أنت مصاب حرب ومع الأسف فقدت إحدى أطرافك السفلي وهي القدم، صحيح؟ نعم صحيح 100%. ما بعرف إذا في بتحب تحكي عن هذا الموضوع ولا لا، نتجاهل ونكمل الحلقة. مش مشكلي. كيف أصبت؟ بربيع 2014 تم قصف القرية عنا. طبعا دائما هناك قصف وإلى يومنا هذا. كنت في إحدى الشوارع القرية وتم قصف المنطقة اللي أنا كنت متواجد فيها، وأصبت ولأجل هذا فقدت قدمي بالحرب بربيع 2014. وبعد هذه الحادثة يئست الحياة في بلادنا بنسبة 100%، مما كان سبب لقراري أنه أطلع من هذه البلاد. طيب مصطفى، يعني في مقولة دائما بتنحكى أنه الكتب فيها تخلينا ننتقل من عالم لعالم آخر، بتقدر تخفف عنا أوجاعنا. حبك الكبير أنت للكتب، يعني بحكي من حب الطفولة للكتب، قدر يواسيك يخفف عنك، قدر يوقف جنبك ويساندك بوقت انت حسيت فيه انه انت يئست من الحياة مثل ما حكيت؟ طبعا الكتب هي كل كتاب من الغلاف الى الغلاف يحتوي على عالم اخر في داخله، فانت بكل بدايتك مع كتاب تذهب لعالم مختلف يختلف عن الواقع السيء واللئيم والحزين اللي انت عايشه. الكتب في جميع الظروف اللي أنا عشتها، في جميع الظروف الصعبة اللي عشتها من طفولي إلى فقدان قدمي إلى الهجرة إلى الغربة إلى البعد، كنت لاقي مكان آخر النهار
الجأ له انسى في الحاضر والواقع الصعب اللي انا كنت عايشه. قد ايه انت مؤمن بالكتب وتاثيرها على حياتنا وواقعنا، وخاصه واقعنا كسوريين، او مثلا مثل ما حكيت انت بالمانيا واقع العرب؟ مؤمن بأهمية وجود الكتاب في الأيادي، في أيادي الشباب العربي والشابات بنسبة 100%. الكتاب صديقي هو المعلم الأساسي للإنسان والأخير وسيبقى الأخير. وجود الكتاب يساعدنا عن أي إفادة تريد أن نكلمك عن اللغة، الإفادة اللغوية الثقافية الاطلاع، ولا توسيع مجال الرؤية لحتى تنظر للأشياء من جهات أخرى. الكتاب مهم جدا ويجب أن يتواجد بكل بيت عربي. طيب بحديثنا عن وجود الكتاب، كثيرين إذا بدهم يقروا بتلاقي كل الأفكار السلبية، كل الأشياء السلبية والنعاس والملل طلعوا لهم من عند ما بيمسكوا الكتاب. يعني كيف ممكن يكون في عنا هذا الشغف وحب القراءة للكتب؟ البعض بيقول لك أنا مثلا حطني قدام التلفزيون ساعتين ثلاثة عم بشوف فيلم، عم بشوف مسلسل، بتابع مسلسل ما بمل، بس فتحت صفحة من الكتاب بتلاقي كل الملل والنعاس حل عليه. كيف بده يحل هاي المعضلة؟ هذا السؤال ممتاز، هذا سؤال جيد جدا، لأني أنا كبائع كتب أتعرض كمان لهذا السؤال، مش عم لاقي كتاب منيح، ليش عم بمل، ليش كذا. يجب على القارئ أو المحاول، الشخص المحاول على القراءة أو المبتدئين، طرح سؤالين قبل اختيار أي كتاب. الملل يأتي لأنك أنت ماسك الكتاب الغلط بين إيديك. أنت لما بدك تقرأ اليوم شيء بتحبه، فأنا واثق 100% أنه راح تضل عم تقرأ حتى يخلص الكتاب، طبعا مش قاعدة وحدي ولكن على مراحل متعددة، ولكن مش حتلاقي ملل. هناك سؤالين، هما عن شو حابب أنا أقرأ ولماذا أنا بدي أقرأ هذا الأمر. يعني على شو حابب أنا اليوم أطلع، على روايات بوليسية، على أدب عربي، أدب روسي، على علم اجتماع، سياسي، فلسفي إلى آخره. يعني يجب عليك أنت كقارئ تعرف شو حابب تقرأ حتى لما تمسك كتاب يكون هو اللي أنت عايزه، اللي أنت محتاجه. طيب هالأيام هاي أنت كبائع كتب موجود، شو هو أكتر، إذا بدنا نسميه أكتر سوق شغال هلأ خاصة بين العرب الموجودين عندكم بألمانيا؟ أي نوع من الكتب؟ الروايات العالمية والأدب الروسي، الروايات العربية طبعا هي أكثر الكتب التي تطلب. هناك طبعا قراء بالمقابل مهتمين للفلسفي، للسياسي، للتاريخ، لعلم الاجتماع، للكتب الدينية، لجميع المجالات، ولكن أكثر ما يسلط الضوء عليها وأكثر ما يطلب عبر مكتبتي المتواضعة هو الروايات العالمية كالروسية والكتب البوليسية الإجرامية الأمريكية. هلا أنت بالمكتبة عندك 12 ألف كتاب ولا أكثر ولا أقل؟ والله ممكن يكون أكثر مش أقل. طيب اليوم ضمن هذا الوسط الجميل كله اللي انت عايش وحكيت لنا عنه، شو اكثر العراقيل والامور السلبيه اللي واجهها مصطفى ما ظهرت على الاعلام، ما انعكست على وسائل التواصل الاجتماعي؟ جميع البدايات صعبه، ولا يوجد شيء سهل، ولكن لا يوجد شيء مستحيل، كل شيء ممكن. العراقيل التي واجهتها في البدايات، كيف يمكنني انا اليوم شخص في اوروبا استطيع تأمين كمية كتب جيدة من خارج ألمانيا؟ كيف ممكن أحسن مشي الإجراءات والمعاملات في هذه البلاد حتى أحسن يكون الشغل كلياته صحيح ونظامي؟ العائق الأكبر هو أني أنا لوحدي، الظروف الصحي والقدم الاصطناعي اللي هو عندي بوجه له طبعا أنا الشكر من قلبي، ولكن رغم كل هذا كنت لاقي صعوبات في الإرسال في البدايات، في التغليف، في الحمل، في البحث، في الكثير من الأشياء الأخرى. أنت حكيت أنه بإحدى المقابلات اللي صراحة عرفتني عليك مع إحدى القنوات أو ربما الناشطين الموجودين في ألمانيا، حكيت أنه أكثر كتاب
قريب لقلبك هو كتاب مهزلة العقل البشري للكاتب العراقي علي الوردي. ليش هذا الكتاب خصوصا قريب لقلب مصطفى؟ هذا الكتاب يتكلم عن المعاناة اللي بيعانيها المجتمع العربي. هذا الكتاب يسلط الضوء على نقاط مهمة جدا يجب على جميع الشباب والشابات الاطلاع عليها ومعرفتها. يتحدث عن فقد الحوار اللي نحن افتقدناه من سنوات. نحن افتقدنا، نحن اليوم كمجتمع عربي فاقدين لجميع المؤهلات التي تنهض عليها الأمم، لجميع العوامل التي تنهض عليها الأمم، لفن الحوار، لفن الاستماع، لفن الكلام، لفن مساعدة الآخرين وحب الآخرين. افتقدنا لهذا الشيء. يسلط الكاتب علي الوردي لهذه النقاط المهمة جدا، ويقول يجب علينا أو يجب على المتحاورين فصل النقطة المتحاور عليها عن الشخص المقابل. يعني إذا أنا وأنت عم نتناقش على نقطة، لو اختلفنا بالآراء لازم يبقى أنه نحن عم نتناقش على نقطة، لازم ما يصير ما يتحول النقاش إلى حوار شخصي وحاول أني أنا سقطك إليك بدل ما سقط الفكرة. وهذا موضوع خطير جدا بيعاني منه المجتمع عنا، وهو اختلاف وليس خلاف. ختاما مصطفى، رسالتك الأخيرة بختام هذا اللقاء، شو بتحب تقول؟ الهوى لك، تفضل. رسالتي لجميع أصحاب الهمم العالي، الإعاقة هي تنحصر فقط، أو الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة العقلية، أما غير ذلك فكل شيء يعوض بطريقة أو بأخرى. ولجميع الشباب والشابات المتواجدون اليوم في أوروبا باحثين عن المستقبل والعمل والأمان وإلى آخره، يجب علينا نحن اليوم كشباب وشابات متواجدون هون إثبات أنفسنا بطريقة أو بأخرى، ونقول للجميع نحن هنا، نحن نستطيع، نحن حققنا وأنجزنا. والأمل الكبير بتحقيق حلمك يكون في عندك أكبر مكتبة بالعالم تحوي كتب بجميع اللغات. مصطفى بري، بائع الكتب، كن ضيف عزيز بأوريانت بودكاست. شكرا كتير إليك، وشكرا أيضا لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.